شباب الصحراوي، انا عين كنايب، انا حد بقول كنايب، الكنايب يقولوا يا مجلس الامن يا رب المتحده اسمعونا، اعرفوا ان احنا كبار وادوا الحق وصوتونا الحق، راهو حد اكثر ابن كنايب، راهو كنايبين وراهو الشعب الصحراوي. اليوم إرادات الأمم المتحدة والعلم يقيس الحق يقيسوه، ما عاد النار كنايب وتزيور الشعب الصحراوي والدولة الصحراوية وجيش الشعب موجود، يعرف السمار والعزيز، يعرف العمليات الجيش الشعبي، ويعرفوا في يوم القبيلة قبيلة بيت السلام هم الدقن، ويعرفها في القلتة، ويعرفها بين الزراع، ويعرفها في مخريب الشام، ويعرفها في البساي، ويعرفها في كل المرض، ويعرفها في قرقر، ويعرفها في كل بلايدة. الله يسلم عليكم ورحمة الله.